السلام عليكم. عليكم السلام. أنا المحامي مراد عبد اللطيف، لو سمحت بدي سيادة المقدم أنور. لساته ما أجا. والنقيب فؤاد رجا؟ كمان ما أجا. طيب أنا ببقى برجع لهون أو بتصل فيهم. قلت لي المحامي مراد شو؟ مراد عبد اللطيف. تشرفنا على عيني. شكرا. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. تفضل. مرحبا. اهلا 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 سيادة المقدم. يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل. شكرا. عدم مؤاخذة، ما كنت متوقع انك تكون انت. ولا يهمك، الله يعطيك العافية. يا هلا هلا. بشرني، شو الاخبار؟ تقرير جاهز، وكنت هلا راح ابعث لك اياه. وشو نتيجة التشريح؟ الوفاة حادثة الساعة 10 مساء نتيجة عدة ضربات قوية أدت لتهشم الجمجمة. طيب دكتور، أداة الجريمة برأيك شو ممكن تكون أداة الجريمة؟ من خلال الكشف الطبي الدقيق للجمجمة ومن خلال شكل الجرح الغريب تبين أنه أداة الجريمة مصنوعة من مادة صلبة وداخل الرمل بتركيبة، لأني وجدت بعض الحبيبات الرملية مختلطة بالدم وبعظم الجمجمة، بالإضافة كمان لوجود آثار بعض الأسنان الحديدية على هيكل الجمجمة، وبالإضافة كمان لوجود فراغ بين المسننات على بقية هيكل الأداة. من شان هيك مثل ما قلت لكم بالكشف الأولي على الجسة إنه شكل الجرح غريب. إذا بتذكر. معلش دكتور، بدي إياك تساعدني وتتعب معي شوي. ممكن تبين معك شو هي أداة الجريمة؟ ما بعرف، بس والعلم عند الله ممكن تكون أداة مكتبية. شو هي ما بعرف. على كل أنا ذاكر لك هالشي هذا بالتقرير. شغلة مكتبية وداخل الرمل بتركيبة غريب. خير ماشي. تفضل. شكرا دكتور. يا هلا. شكرا. يا أهلين. الله يعطيك العافية. وين سيادة المقدم؟ ما بيصير، لسه ما ضيفناك شي. ماشي، خير بغيره. معلش. يا أهلا وسهلا. أهلين سهلا. يا أهلين سيادة المقدم. الله معك. مع السلامة.